انت لولا غالية عندي ما كنتش نزلت في وقت زي ده ولا سقت المسافة دي كلها. والله انا عارف، انا عارفة اني مهم قوي 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 كمان عندك، بس انا يعني عندي شوية مشاكل بسيطة كده وعايزاها تتحل. اتفضل. شكر. ها أموريني. الدنيا ملخبطة قوي، يعني شايفة الدنيا مش متزبطة، عايزاها تتزبط. عندك حق. عادل وصل ليه؟ هتصدقيني؟ لا مش هصدقك، لأن أنا متأكدة إن أنت بتكلمه كل يوم عشان تعرف إيه اللي بيحصل في الشغل. بلاش يا سيدي الشغل، بتطمن عليه على الأقل. هو بيحاول يثبت إنه لسه قادر. فعلا؟ طب والآخر إيه؟ صعب. طب أنا عندي رأي كده، وبتهيألي إن أنت معايا في نفس الرأي ده. حسن ومروان هما يبني وعيني إن هما مش طايقين بعض خالص، بس اللي أنا شايفاه بقى واللي قلبي حاسس بيه إن هما إيد واحدة. عارف هما لو إيد واحدة بجد ده هيأثر قوي على شغلنا. وبعدين؟ حسن، حسن عامل نفسه إن هو مش عارف أي حاجة ومش فاهم أي حاجة، بس أنا متأكدة إن هو عارف كل حاجة بجد. عارف لو مروان بره العيلة ديت مشاكلنا هتبقى أسهل بكتير من وجوده. أيوه، بس حسن يعني برضه مش سهل. حسن مسنود على مروان، لو ما كانش مسنود عليه ما كانش واقف قدامك وقال لك الكلمتين دول بمنتهى الثقة. ده غير كمان عادل، عادل أنا سمعت إن هو جاي كمان أسبوع، ما ينفعش خالص يجي دلوقتي، لازم أخلص اللي في إيدي، والبعثة اللي هو مستنيها وصلت بالفعل. ومروان عارف؟ مروان إيه؟ بقولك كلموني أنا، يعني خلاص مروان انتهى بالنسبة له. قبل ما نقعد ونتكلم ونقول إننا هنبقى زي الأول وأحسن، هتبقى قد كلامك ولا لا؟ أيوه هو ده بقى اللي أنت بتعمليه واللي أنت بتقوليه ده يا هانم، هو اللي بيخليني أدور على أي حاجة تخليني مش محتاج لكم، أي حاجة تحسسني إن راسي براسكم، أي حاجة تحسسني إن أنا راجل البيت ده. اتجوزت مفيدة وكان عندي استعداد أتجوز أي واحدة تانية زي مروان. طب ما هو مروان اتجوز فريدة ونادية وزينب وحسن. طب ما هو حسن اتجوز ريتال ولبنى ومفيدة، مفيدة أم ابنه اللي الكل منهم حواليه وحطه جوه عينيه، ما هو ابن الغالي ولا يا ست شمس؟ بسمع كلامك اللي يسم البدن اللي على طول لازم تفكريني بيه ان انا لازم احمد ربنا ان انا اتجوزتك. انت ما بتعطفيش عليا، انا لما اتجوزتك لا بقيت كبير ولا بقيت الناس بتحترمي وتقدرني. انا لما اتجوزتك يا هانم نزلت سبع ارض. عارفه ليه؟ عشان الناس بقت تقول ان انا جوز الست، عشان الناس بقت تقول ان فتحي اتجوز شمس بنت عيلة عبد الحكيم عشان عزها ومكانتها. وهي فين العيلة دي؟ أنا لو أقول لك يا هانم على اللي أعرفه أنت تدفني نفسك مطرح ما أنت قاعدة. يا شمس يا بنت الأكابر يا بنت عيلة عبد الحكيم. إيه اللي تعرفه عني أدفن نفسي مطرح؟ اتكلم! أنطق! اسمع، قول الرجالة أنا عايزهم يقلبوا البلد عليها فوقها وتحتها، ما تسيبوش بيت ما تدورش فيه، سامعين؟ مع السلامة. مروان في أخبار جديدة؟ طب ما تقلقش إن شاء الله هتظهر. مالك بس؟ عمال أفكر أكون راحت فين بس دي. أوعي تفتكري يا زينب إن أنا موافق على اللي أنت عملتيه مع ريتال. أنا معاك يا مروان وقاعدة بلوم نفسي والله. ريتال دي دماغها جازمة هتزيد في عنادها. بس كان لازم حد يحكمها شوية،
أمي مش قادرة عليها، وحسن قلبه موجوع جدا، وهي مش واقفة في ظهره، يعني ينفع تسيبه كده؟ كنت عاوزة أقول لك حاجة برضو. قول يا زينة. اللي أنت عملته مع فتحي وشمس علق في نظري أكتر وأكتر. أنا ما عملتش غير الصح. ما أنت عشان شايف اللي أنت عملته ده عادي، أنا كده اطمنت قوي. عارف يا مروان، الواحد بيحس بالأمان وما بيخافش لما بيلاقي حضن ساعة الضيقة بيترم فيه. أبويا الله يرحمه. الله يرحمه يا حسين إليه. كان بيقول لي يا مروان، الواحد لما يبقى له عيلة ما بيمرضش ولا بيجوع ولا بيخاف من الزمن إن هو يهده ولا يظلم حد. اللي له عيلة يبقى مالك على الأرض. عنده حق. الله يرحمه يا حسين إليه وبشبش الطوبة اللي تحت راسه. لبنى مالك يا حبيبتي؟ فيك ايه؟ في ايه يا بنتي؟ في ايه يا طنطاي؟ هي اللي عملت كل حاجه، انا ما رتبتش حاجه. رتبتي ايه؟ ايه اللي حصل؟ نزلت الواد. يا نهار اسود حبيبتي، اسم الله عليكي، سنديها معايا. اسم الله عليكي يا حبيبتي، سلامتك. سلام. بالراحه بالراحه بالراحه. انزلي تحت يلا. بتتصرفي من دماغك وكأني مش موجودة. طب كنت خدي رأيي، لو كنا قررنا المصيبة اللي انتي عملتيها دي كان لازم أكون معاكي. مكنتيش هتوافقي. مكنتش هوافق ليه يعني؟ عشان كنت عايزاكي تجيبي عيل من حسن ولا عشان خايفة عليكي؟ أنا مش عايزة أي حاجة تربطني بيه. حسب نفسك وحياتك. أنا كويسة، أنا كويسة قوي، أحسن من أي وقت فات. اطمني يا لبنى، اطمني يا حبيبتي، كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن، واللي جينا علشانه هنعمله. وطار بابا هناخده يا حبيبتي. مش من سينا، مش من سينا يا ريم، مش من سينا، من عيلة عبد الحكيم كلهم.